لا ما رأيي. محاضرة اليوم سوف نتكلم عن الأسماء نونز. هنبلش إن شاء الله بتعريف الأسماء. Definition: Noun الاسم is a word used to name a person, وهي كلمة تستخدم لكي نسمي شخص. Animal حيوان, place مكان. Thing شيء. An abstract idea وفكرة حسية. Nouns are usually the first words which small children learn. والأسماء هي في العادة هي أول كلمات يتعلمها الأطفال. إذن noun is a word used to name a person, animal and plaything and abstract idea. Nouns are usually the first words which small children learn. Nouns. Nouns can be a person, baby, animal, puppy, an idea, freedom, place, city, a thing, flower. إذن الأسماء ممكن تكون a person, شخص, animal, حيوان, an idea, فكرة, a place, مكان, a thing, شيء. والصور واضحة لأشكال الأسماء. Nouns can be singular and plural. الأسماء يمكن أن تكون مفرد ويمكن أن تكون جمع. Singular nouns refer to one thing. والأسماء المفردة تشير إلى شيء واحد، بينما الأسماء الجمعية الجمع في حالة الجمع. Plural nouns refer to two or more things وتشير إلى اثنين أو أكثر من اثنين. A baby, a puppy, a flower. Singular. بينما جمع babies, puppies and flowers. So we have singular and plural الأسماء في حالة المفرد وفي حالة الجمع. Nouns can be concrete and abstract. Concrete nouns, something you can perceive with your five senses. Taste, feel, hear, smell, and see. يعني أنت شيء بتقدر تفهمه من خلال حواسك الخمسة، ممكن تتذوقه، ممكن تشعر فيه، تسمعه، تشمه، أن تراه. ولكن abstract nouns وهي الأسماء something you cannot perceive any of your five senses. يعني ما بتقدر انك تفهمه من خلال الحواس، انت ما بتقدر انك انت تلمسه. فهو الابستراكت نون يكون هو عباره عن فكره اكثر من شيء مادي انت بتشوفه او بتمسكه او بتلمسه. فاذا nouns can be concrete and abstract. Concrete noun something you can perceive with your five senses: taste, feel, hear, smell, and see. But abstract noun, something you cannot perceive. ما تقدر تفهمه وتدركه بحواسك الخمسة، لأنه بيكون عبارة عن فكرة حسية. Nouns, collective nouns, وهي الأسماء الجمعية. Name a group of people or things. This class of nouns denotes a group of people. وهذه الأسماء تشير إلى مجموعة من الأشخاص. Group people, animals الحيوانات, or objects أشياء, or concepts أفكار, or ideas أفكار, as a single entity كوحدة واحدة. قول army هذا collective noun. Troops يشير إلى مجموعة من القوات. What? Army جيش، يكون فيه مجموعة من الوحدات.
فإذا هذا نسميه إيه؟ collective noun، الأسماء الجمعية التي تشير إلى مجموعة من الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء أو الأفكار ككتلة واحدة، مثل army and troops. هناك الأسماء المركبة واللي احنا بنسميها compound nouns، made up of two or more words acting as a single unit، مكونة من كلمتين أو أكثر ولكن نتعامل معهم كوحدة واحدة. We have separate words: coffee, table، يعني طاولة القهوة. ممكن يكون بينهم hyphen: editor in chief، محرر طبعا في جريدة أو صحيفة. أو في ممكن يكون in the combined words اللي هم طبعا كلمتين مع بعض: they battlefield. battlefield وهي ساحة المعركة. إذا ممكن يكون الكومباوند نونز، الأسماء المركبة، هي أسماء يعني منفصلة كيف كافي تيبل، ممكن يكون بينهم هايفن إديتور إن تشيف، محرر صحيفة، وممكن يكون كلمة واحدة مثل ساحة المعركة battlefield. هذا بنسميه كومباوند نونز، الأسماء المركبة. Common and proper nouns. Common noun هو الاسم الشائع. Names of anything of the noun: person, animal, place, thing, idea. وهذا يتم فيه الإشارة إلى الأشخاص والحيوانات والأماكن والأشياء والأفكار. يعني أي حيوان، أي مكان، بدون تحديد. بينما proper noun هنا التحديد. Names a specific person، وهنا نشير إلى شخص معين بذاته. animal حيوان، place مكان، thing or idea. examples of common nouns: person animal place thing. ولكن عندما نريد أن نحدد، تمام، مثلا person أنجيلا، هنا صار عندنا إيه؟ proper noun. animal dog doggy، صار عندنا proper noun، حددنا. place المكان، وين، سيبو في الفلبين، حددنا. think شيء، pencil، هذا مسميه مونغول، فهذا نوع آخر. فإذا common noun names anything of the noun: person, animal, plaything، وهو يتم الإشارة به إلى أي اسم أو حيوان بشكل عام. ولكن إذا أردنا التحديد والتخصيص نقول proper noun names a specific person, animal, plaything, and idea. For example, person, Angela. animal, دوغها. هنا proper noun. place, سيبو. thing, مونغول. وهنا نحن حددنا. طبعا هنا هذا احنا شرحنا compound noun، احنا شرحناها collective. count nouns and non-count nouns، الأسماء المعدودة وغير المعدودة. count nouns are nouns that we can count، هي الأسماء التي نستطيع إحصائها وعدها. one pencil، two pencils، three pencils، قلم، قلمين، ثلاثة أقلام. They can be singular or plural، ربما يكونوا، ممكن يكونوا مفرد، ممكن يكونوا جماعة. A book، two books. Non-count nouns، الأسماء اللي غير معدودة، are nouns that we cannot count، وهي أسماء لا نستطيع عدها أو إحصائها. They have no plural form، وليس لها صيغة جمعية. Bread، الخبز. Cheese، الجبنة. آيس كريم، طبعا آيس كريم. يوغورت، طبعا وهو اللبن. put a or an before a singular noun، دائما أسماء المفردة بنحط قدامها a أو an، ولكن لا نستخدم don't use article a or an with non-countable noun، ولا نستخدم الأدوات مثل أو آن أمام الأسماء اللي غير معدودة. فإذا الأسماء المعدودة واللي هي تشير
إلى أشياء نستطيع عدها أو إحصائها. One pencil, two pencils, three pencils. And they can be singular or plural, book to books. When uncount nouns are nouns that we cannot count, they have no plural form, bread, cheese, ice cream, and yogurt. وزي ما حكينا نستخدم أمام المفرد أه أو أن، ولكن لا نستخدم أمام الأسماء المعدودة. Possessive nouns وهي أسماء الملكية. Possessive nouns هي أسماء الملكية. Nouns that show ownership or possession يعني أسماء تشير إلى الملكية. Making singular nouns possessive. الآن الأسماء المفردة. Add an apostrophe plus s to most singular noun and plural noun that don't end in s. Singular noun: kittens, toy, Joe's car, me LBS ruling. A plural not ending in s: women's dresses, sheep's pasture, children's toys. هنا طبعاً كيف إحنا بنحط possessive noun اسم الملكية، نطلع على الأبسطروف، نطلع على إيش؟ على الأس، وهنا نسميها أس الملكية. Example: kitten's toy, Joe's car, Melby ruling, women's dresses, sheep's pasture, children's toys. Add an apostrophe only to plural noun that already end in s. ولكن إذا كان الاسم طبعا يدل على صيغة الجمع وينتهي بأس، فإحنا بنحط الأبوستروف وين؟ في النهاية. وين بنحطها؟ في النهاية. كمان بنتبه كويس. Companies, workers, horses, stores, countries, armies. وين مكان الأبوستروف؟ في النهاية. Add an apostrophe only to plural nouns that already end in s. تهني بأس، فإذا حطينا الأبوستروف في الخارج. هنا كانت الحالة مفردة، فكانت الأبوستروف وين؟ في الداخل. طلع انتبه كويس. Women's dresses, sheep pasture, children's toys. طلع هنا الحالة هذه، هذه الأسماء جمعية plural nouns، وهنا حطينا الأبوستروف في النهاية. لتنتهي في S. Making hyphenated nouns and compound noun plural. Compound and hyphenated words can be tricky. Add apostrophe plus S after the end of the compound words or the last word in hyphenated noun. هنا في حالة الأسماء المركبة والأسماء اللي hyphenated، على السريع احنا بنحط إيش؟ لآخر كلمة. My mother-in-law's recipe for meatloaf is my husband's favorite. وهنا حطينا إيش؟ S والأبوستروف. S والأبوستروف. My mother-in-law's recipe for meatloaf is my husband's favorite. فإذا إحنا إيش اللي عملناه؟ حطينا الأبوستروف قبل الأس. You may be writing, you indicating position when two nouns are thrown together. You may be writing about two people, تكتب عن شخصين, or two places, or things that share position of an object. If two nouns share owner's ownership, indicate position only once and on the second noun and the apostrophe as to the second noun only. إذا كان عندنا اسمين، احنا بنضيف الأبوستروف بلس اس على الاسم الثاني. نأتي للآخر example. Jack and Jill's pail of water. طبعاً Jill's pail of water وهو طبعاً جردل الماء أو وعاء الماء. Features predominantly in the nursery rhyme. Abbott and Costello طلع الأبوستروف كوميدي. Who is in the first is a classic act. نطلع هنا أسماء مفردة عسري الأبوستروف S. تمام. نأتي للآن. This is the trickiest and rule. A thankful verb really needs this rule
infrequently, when two nouns indicate that the ownership is separate, each noun gets the apostrophe plus s. The examples below may help you understand exactly what this means. طبعا عندنا اسمين are joined ولكن الملكية منفصلة. احنا هنعمل على كل اسم apostrophe s. هيعطينا أمثلة على ثلاثة. اللي هشوفه loses and wrecks. هي اسمين منفصلين. The dressing rooms were painted pink. تم دهانهم باللون الأزهري. And blue والأزرق. Each owns his or her own dressing room. And they are different rooms. Senator Obama's and Senator Clinton's education are outstanding. Senator Obama's and Senator, two different nouns, بأخذ كل واحد apostrophe S, are outstanding, طبعا مهمين جدا, مميزين. Each senator owns his or her education, but they attained a separate education. طبعا هم متعلمين ولكن كل واحد تعلم تعليم منفصل. وهيك بنكون احنا تكلمنا عن الاسماء, ما هو تعريف الاسماء وانواع الاسماء, person, idea, a place, animal, thing. تكلمنا عن النوم singular and plural, وطبعا تكلمنا عن concrete and abstract noun, تكلمنا عن collective nouns, وتكلمنا عن compound nouns, وتكلمنا عن common and proper nouns, وفي الأخير تكلمنا عن count and non-count nouns, وتكلمنا عن possessive nouns, الأسماء الملكية, وأين نضع الأبستر في حالة الجمع أو في حالة المفرد أو في حالة الأسماء المركبة أو الأسماء الجمعية أو الأسماء اللي تكون منفصلة في الملكية. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة. إن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى موضوع مهم آخر. لا تنسوا الاشتراك والمشاركة, هنا مواقعنا وهنا القناة لكي تعم الفائدة على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.